السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم لتحترفين ما كنت في الوطن العربي الكبير، ورحبوا بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أقترح عليك من خلاله تطبيق مميز ومفيد جدا يجب أن يكون في هاتفك، حيث أنه يقوم بمساعدتك على غلق التطبيقات التي تتوفر على خصوصيتك. يعني إن كان لديك تطبيق مثلا كالواتساب الفيسبوك ولا تريد أن يدخل إليه أي أحد من غيرك بطبيعة الحال، فهذا التطبيق يساعدك على وضع رمز على شكل النمطي. يعني عندما تقوم بوضع الرمز لا يمكن لأي أحد أن يقوم بفتح التطبيق، وهناك مميزات أخرى سوف تكتشفها معي اليوم بإذن الله. إذن على بركة الله أبدأ بشرح هذا التطبيق الذي تشاهده الآن أمامك. كما تلاحظ معي هو بإمكانك أن تقوم بتحميله انطلاقا من الرابط الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. بعد أن تقوم بالدخول إلى الرابط سوف يتوجه بك لهذه الصفحة، وهي صفحة التطبيق على متجر تطبيقات جوجل بلاي. وكما ستلاحظ معي أن هناك عدد كبير من التقييمات الإيجابية للتطبيق، ونسيت أن أقول على أنه أيضا يمكنك يعني غلق التطبيقات التي تريد بالكاشف الوجه، يعني فقط بأن يعني أن تضع وجهك أمام الكاميرا، يعني تقوم بتوقيف التطبيق. ولما تقوم مرة أخرى كما هو الحال في سامسونج جالاكسي اس 8 الجديد، وبالتالي أمر رائع كذلك. يعني كما تشاهد معي أول ما تدخل للتطبيق يطلب منك كلمة أو النمط الذي تريد أن تدخله. كما تشاهد يعني قمت الآن بإدخاله، وهذه هي واجهة التطبيق. كما تلاحظ معي هناك عدد كبير من التطبيقات التي بإمكانك تقوم بغلقها، كما تلاحظ الواتساب، فيسبوك، الصور الخاص بك في الجاليري كذلك يمكنك غلقها. يعني ومسألة أخرى أنك بإمكانك غلق شاشة الهاتف أيضا في حالة كنت لا تتوفر على شكل النمط في هاتفك أو خاصية الشكل النمطي، فبإمكانك أن يعني غلق الهاتف انطلاقا من هذا التطبيق. لاحظ معي الآن أنني لما أقوم بالخروج من التطبيق يتم غلقه، لاحظ أنه يطلب منك كلمة السر. حتى ولو تدخل أي شكل لن يفتح معك الهاتف حتى يعني تدخل بطبيعة الحال الشكل الذي أدخلته في البداية في هذا التطبيق. هناك أشياء أخرى مميزة أيضا في التطبيق، سوف تلاحظ معي أن هناك بإمكانك بطبيعة الحال أن تتجاوز مرة أخرى كلمة السر أو الشكل الذي رسمته في الأول. يمكنك أن تلغي إمكانية توقيف الشاشة. هناك يعني كما تلاحظ مع عدد من التطبيقات التي بإمكانك أن تغلقها، وبطبيعة الحال لا يعني لن يتمكن أحد من فتحها. وسوف نقوم بتجربة السناب شات الآن. كما تلاحظ فقط تقوم بهذه الخطوات وسوف يتم غلق السناب شات. لاحظ أنه لما أخرج الآن وسوف أقوم بالدخول إلى السناب شات لن يفتح معي. لاحظ أنه سوف أحاول الآن أن أدخل إلى سناب شات، يعني تخيل أنه شخص الآن أو صديق أو شخص مقرب يحاول أن يدخل إلى سناب شات الخاص بك، فلن يتمكن من ذلك حتى يدخل الشكل الصحيح هنا. فحتى ولو يحاول بأي شكل لن يستطيع الدخول إليه. وكما تلاحظ لما أقوم بإدخال الشكل النمطي الذي قمت بالتسجيل به أو الآن يفتح سناب شات بدون مشاكل. إذن ليس سناب شات فقط، بل يمكنك غلق أي تطبيق تريد، أو كما قلت مكان الصور أو أي شيء تريد بالشكل الذي تختاره بطبيعة الحال، ويجب عليك أن تتذكر الشكل. كما تلاحظ يعني فقط تقوم بالنقر هنا مرة أخرى. يمكنك أن تحذف أو تفتح مرة أخرى التطبيق الذي كنت قد غلقته. نفس الشيء هنا في مكان الصور، يمكنك توقيفه بهذا الشكل أو إزالته مرة أخرى وفتحه للعموم. يعني أي شخص يفتح هاتفك يمكنه الدخول إلى مكان الصور سناب شات مرة أخرى. يمكنك أيضا أن تجد مجموعة من الأشياء في الإعدادات هنا. يمكنك أن تقوم بغلق التنبيهات التي تتوصل بها، يعني حتى التنبيهات
يمكنك أن تغلقها ولا أحد يمكنه أن يعني يشاهدها حتى يقوم بإدخال الشكل النمطي. نفس الشيء مرة أخرى كما قلت، غلق التطبيقات بكاشف الوجه. لاحظ هنا فقط تضغط على دماغي وسوف يتعرف على وجهك، ولما تريد دخول إلى أي تطبيق فقط تضع وجهك أمام الكاميرا وسوف يفتح. شيء رائع رائع جدا، هذه الخاصية خصوصا شيء في منتهى الروعة، يعني تطبيق أنصحك بتحميله. هناك العديد من يعني الخصائص في هذا التطبيق. هناك في الإعدادات أيضا مجموعة من الخصائص هنا التي يمكنك التحكم فيها. هناك أيضا إمكانية تغيير اللغة من اللغة الفرنسية الإنجليزية، مجموعة من اللغات. يعني التطبيق في منتهى الروعة، أعتقد أنه سيفيدك كثيرا في هاتفك وسيسمح لك بتوقيف عدد كبير من التطبيقات عن أي شخص، يعني لأنه يعني هناك عدد كبير من الناس اللي تحاول فقط الدخول إلى صورك الخاص، إلى محادثاتك أو رسائلك، فبالتالي لحمايتها يمكنك تحميل هذا التطبيق وتشغيله بطبيعة الحال على هاتفك. إذن أعتقد أن هذا كل ما في فيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابك، وإن كان الأمر كذلك لا تنسى لايك للفيديو، وأيضا إن كنت تشاهد قناة تعلمني تحترف لأول مرة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بالجديد الدائم بإذن الله تعالى. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.